احمد رئيس الجامعه البريطانيه، بنرحب بيك على بوابه الهلال. اهلا وسهلا بيك وفي رحاب الجامعه. يمكن النهارده ختام الملتقى الدولي الاول للمهرجان المسرح الجامعي، ويمكن بتستضيفوه النهارده، استعدادكم ازاي النهارده لاستضافه الملتقى الاول؟ احنا سعداء باشتراكنا وبترحيبنا باحتضاننا الحفل الختامي، احنا داعمين ليه من اول يوم، وسعداء بتواجد اكتر من 14 دوله موجوده بثقافتها المختلفه ورؤيتها للمسرح الجامعي. المسرح الجامعي يعني كتير من عظماء اللي موجودين دلوقتي في الساحه وما قبله خريج الجامعه، وده طبعا بيؤكد ان الجامعه مش تعليم وبس، الجامعه رساله مجتمعيه، وبدليل ان احنا لازم نسأل بقى الناس المبدعين في إخراج جديد، تكنولوجيا جديدة زي ما شفناها في اليومين اللي فاتوا. يمكن على مدى السبعة أيام اللي فاتوا، رأيك إيه في استفادة الشباب من هذا الملتقى؟ التعرف على الثقافات المختلفة والتعرف على التكنيك اللي موجود في الحديث في بعض الدول، والالتقاء بالشباب، تبادل الخبرات، تبادل الأفكار. المسرح أو الملتقى مش مسرحيات بس، في ورش عمل اتعملت خلال الأيام بتاع الملتقى بتزيد من التفاعل بين المشتركين. وجود اسم الفنان الكبير يحيى الفخراني، يمكن ده أعطى الملتقى ثقل أكتر؟ بالطبع عظماء مصر موجودين لسه، المثال واضح الأستاذ يحيى الفخراني، وأتمنى أن يكون يشرفنا يعني أكتر من عظماء المسرح بالذات. ذكريات جميلة لمصر، وإن شاء الله هتعود مصر تاني قاطرة بقوتها الناعمة بإذن الله.